مسابقة المواهب من تأطير الأستاذ محمد البدري. صراحة كان بغي نشكر بزاف جميع أعضاء المسابقة لأنهم فكروا يتيحوا لنا واحد الفرصة اللي كانت ناقصانا في واحد الوقت اللي كنا مضطربين نفسيا ومعنويا، فخلونا اننا نديجاجيو لي سونتيمون ديالنا ونفرغوا جميع الطاقه ديالنا لحاجه ايجابيه. انا جيت فخور بهذا التتويج وشكرا لمؤسسه كوزيب وعلى هذا التتويج والثقه اللي عطاتني، وصراحه كانت اجواء جد مميزه وكانت كانت صراحه مشاركه قويه بزاف ديال الاصوات. الحمد لله قدرني الله ان نفوز، وكنحيي كل واحد ساهم في هذه المبادره هذه. اولا شكرا لموقع اخبار الفجر على الاستضافه هذه، وشكرا لكم على التغطيه ديال الحدث اللي اول مره تجمع بين قطاعي الثقافه والصحه. كما تشوفوا البادرة هذه جات مني أنا كفاعل ثقافي وجمعوي، والدكتورة مريم الكتاني مديرة المدرسة الخاصة المتخصصة في الدراسات شبه الطبية، على أساس أن تكون في الظروف هذه ديال جائحة كورونا، أنا نظرا للظروف اللي عاشها الشباب على الصعيد الوطني مع الظروف هذه، لأن المشاريع تغلقوا والشباب تغلقوا ودور الثقافة تغلقوا، يعني الشباب خصو فرصة فين يبدعوا فين يبرزوا ما يديروا. إذا فكرنا باش نديرو واحد المسابقة مجموعة ديال المجالات الثقافية والفنية، المسرح، السينما، الفنون التشكيلية، كذلك واحد المسابقة اللي هي تمشي الآن مع ما هو مستجد في الصحة ديال العنكبوتية واسمها هو تيك توك، كذلك حاولنا نركزو على المجالات الرقص الحضاري، والحمد لله كانت المشاركة كثيرة. ولكن باش نعطي واحد الشفافيه واحد المصداقيه لهذه المسابقه هذه خصنا لجان التحكيم، وكل لجنه كتضم مجموعه من الاساتذه والفنانين المعترفين والصعد الوطنيه بنزاهتهم وثقتهم وكفاءتهم العاليه، وهم اللي توجهوا مجموعه ديال الفائزين اللي فازوا لهم كنا نحتفي بهم، وكذلك كانت هناك جائزه خاصه لجائزه السيده الدكتوره مريم الكتاني اللي هي ابداع الشباب، وكذلك اللي فازوا بها جوج واحدة في الفنون التشكيلية واحدة في الموسيقى. إذا نتمنى أن التجربة الرائدة هذه تلقى يعني أن يكون عندها واحد الاستمرارية السنة المقبلة، وتكون إن شاء الله دورات حضورية بعد ما يرفع ربنا الله هذا الوباء. جات الفكرة حيت راك عارفين أنه يعني العالم كله يعني عاش واحد النكسة كبيرة، وهذه النكسة يعني كان عندها عواقب كبيرة وخاصة نفسية وخاصة عند لي جون عند الشباب. والشباب يعني ملي خلقنا هذه المباراة يعني لاحظناهم انهم انخرطوا يعني في هذا العمل ونساهم شوية يعني هذا الهم ديال كورونا. وبالنسبة ليا كطبيبة وبالنسبة كمؤسسة شبه طبية يعني الهدف ديالنا كان هو نعاونوا نفسانيا هذا الشباب، والحقيقة انه تفاجئنا انه كانوا كانت مسابقة يعني مهمة بزاف وعرفات مشاركة ديال الشباب المغرب كله، ولكن حنا حصرناها في الشباب ديال القنيطرة، وكانوا يعني داك لي كونتريبيسيون في واحد لو نيفو عالي بزاف. ونتمناو عاوتاني ان شاء الله نعاودوا هذا ليفينمون هادي، لانه دائما حنا في خدمة الشباب. الشباب المغربي يعني عنده طاقات مهمة بزاف، وحنا ما نكرهوش اننا يعني نبينوا هاد الطاقات بديزيفينمون بحال هكدا. هذا هو الهدف ديالنا، باغي نعاونوا لي جون. درناها سبيسيال كورونا بوست كوفيد، ولكن الحقيقة يعني بان لأن هاد المباراة مني زعما لونسيناها واحد التجاوب كبير ديال الشباب، على قلت لكم المغرب كله يعني بحال كتحس أنه يعني الشباب باغيين غير واحد لو ليو واحد الفرصة باش يإكسبريمو داك لي طالون ديالهم. إذا حنا على قلت لكم في الأول كنا درناها حصرناها في بوست كوفيد، ولكن قلنا هاد الشباب هادو علاش حنايا إفكتيفون ما نعاونوهمش باش يبينوا داك الطاقات ديالهم، باش يبينوا داك لي طالون ديالهم المواهب اللي مخبعة عندهم. إذا علاش لا على الأقل واحد المرة في العام يعني نخلقوا لهم هاد الفرصة هادي إن شاء الله باش يمكن لهم يعني يعبروا على المواهب. المسابقة كانت نقدروا نقولوا باللي صعبة جدا، اولا لانه كانت عن بعد، واللجنه ديال التحكيم حتى هي شافت العروض المقدمه حتى هي عن بعد، وكان كل واحد من اعضاء اللجنه يشتغل لوحده، ومن بعد عاد كتكون التواصل عن طريق الواتساب مع الجروب
ديال كل مجموعه المسرح وحده وكذا الى اخره. وكان واحد النوع من يعني اختلاف وجهه النظر على حسب العروض المقدمه، ولكن كان واحد حوار ونقاش اللي يمكن وصلنا لهذا النتائج. وحنا كلجنه ديال المسرح طبعا حاولنا ما امكن اننا باش نلقاو واحد الصيغه اللي يمكن عطاتنا جائزه مناصفه بين ممثلتين لسبب واحد، هو انه هذه المسابقه ديال المسرح كان فيها التيمة هي ديال كورونا، لان كون كانت مختلفه يمكن نختاروا واحده، ولكن حيت هي كانت التيمة ديال كورونا بمعنى انه النص ديال المونولوج طبعهم على اساس انهم يحفظوه ويشخصوه، ولكن كل واحد دار فيه نوع من الابداع ديالو. فحاولنا ما امكن اننا باش نلقاو واحد الصيغه اللي عطاتنا هاد النتيجه ديال جائزه مناصفه بين ممثلتين. خلاصه هذه مبادره طيبه، نتمنى ان تستمر وان يحدوها مؤسسات اخرى ليس فقط طبيه، ولكن كاين مؤسسات اخرى اللي ممكن انه يكون الابداع والفن هو جزء من اهتماماتها، وهذا كيجعل انه غتخلق واحد حركه ثقافيه فنيه في البلاد اللي كل المؤسسات كتساهم فيها، وليس فقط فاش كنسمعوا الابداع كنمشيو لوزاره الثقافه مباشره والشباب والرياضه مباشره. شكرا.